اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. شي طريقة للحفظ بسرعة؟ هاد السؤال جاني في واحد الكومنتير في فيديو واليوم ما نجاوب عليه. إلا عندك شي سؤال حطه في كومنتير في هاد الفيديو ونجاوب عليه. وقبل ما نبدأ هاد الفيديو، أي واحد عنده أولى باك علمي، عنده سيزيام علمي أو لا باك حر علمي، كنصحو يشري هاد الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هاد العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هاد الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. واحد الطريقة قليل اللي عارفها وعلمية بامتياز، واللي هي إلا بغيتي تحفظ بالزربة أو لا بغيتي تفكر شي حاجة يعني قريتيها ولا تأنسبيريتي منها، ملي تكون كتحفظ من موراها دير واحد القيلولة. من مور ديك القيلولة والله حتى غتحس براسك تفكرتي بزاف ديال الحوايج واستوعبتي بزاف ديال الحوايج. عمرك زعما ما كملتيش واحد الحفاظة ولا يعني واحد الحفاظة بقات واحلة ليك ما قدرتيش انك تكملها ونعستي وفي الصباح لقيتي راسك حافظها؟ الجواب على هاد السؤال هذا ديال علاش كيكون هاد الشيء هذا، حيت الجهاز العصبي تما فين كيولي يخدم داك التحليل ويصاوب كل حاجة بلاصتها، بحال كيصاوب شي طوبيات ديال الدار بحال هكاك، تيقاد لك الأفكار سواء باش تستوعبها ولا باش تحفظها ولا تبقى عاقل عليها. المهم طريقة باختصار، ملي تحفظ أو لا تفهم أو لا تستوعب شي مادة، دير واحد القيلولة مراها باش الجهاز العصبي يخدم ويرتب داك الشي بلاصتو، ومن مراها أطلق راسك حفظتي شي حوايج كاع ما كنتي عارف باللي راك غادي تحفظهم ولا تبقى عاقل عليهم. هاد الطريقه هادي جاتني اهم انني نقولها لك في هذا الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء. وما تنساوش تابعوني على الحساب ديالي في الانستغرام، واللي عنده شي سؤال يحطه في كومونتير في هذا الفيديو ولا في الانستغرام وغنحاول نجاوب عليه في الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء.